هذه من بطولة الثقافة الزينبية. السيدة زينب في نفس الموقف، غير أنها أبطلت حكمة الإعدام، ردت ردا عجبا على ذلك اللاعب بأسنان الحسين. قال: ماذا ترين؟ أبدا لا أرى إلا جميلة. ما لا ترى إلا جميلة؟ كيف؟ لأن البطولة الثقافية، بطولة الثقافة الزينبية التوحيدية التي جعلتها لا ترى، يعني هي بالتأكيد ما رأت وقتها أسنان الحسين ولا رأت القضيب الذي يحمله هذا، وإنما رأت يمكن وجه جدها محمد، رأت وجه أبيها علي، رأت وجه أمها الزهراء، هيك وصار شريط الذكريات يركض في جبينها وفي قلبها. ماذا يقول لها جدها الآن؟ ماذا يقول لها أبوها الآن؟ ماذا تقول لها أمها الآن؟ إنها لا ترى إلا جميلة، فعلا لا ترى إلا جميلة. أو ذكريات ما فينا نفوت لدماغ السيدة زينب، لأنها هي لها صلتها غير بجدها وأبيها وأمها، لها صلتها بالذي أبدعها. أكيد بدائع ما بينها وبين الله أمر. إذن لا ترى إلا جميلة هذا. وفي سبيل الرؤية كمان بتقول أنه هي ترى الموت حرية، لا ترى الموت إلا حرية، حرية من حالات الجسد الجوعية، من حالات الجسد العادية. أيضا كيف ترى الموت؟ ما بدي احكي بالوراثي عن ابيها وعن جدها وعن امها بقضايا الموت، لكن انا بتاكد انه كان الحريه، الموت حريه، الموت تحرر. كيف ترى الموت تحرر؟ ايضا هذا الكلام فضائيه اخرى. هؤلاء الذين يخوفون الناس بالموت في عصرنا او في عصر السيده زينب، ما قيمه موتهم او ما قيمه تهديدهم عندما يكون أحدنا مملوءا بهذا الوعي، بهذه السعادة؟ لا أرى الموت إلا حرية. ما حتى البجم، حتى هؤلاء الصغار والكبار والغرب والشرق يدفعون الأموال حتى يقولوا الناس حرية حرية حرية، وهم لا يعرفون معنى الحرية. الحرية أن لا تخاف إلا الله، وأن لا ترى إلا الله، وأن لا تحتاج إلا الله، وأن يكون الله مالئا حياتك حتى أنك لا تخاف، أنت مع الحي وأنت عبد الحي، فما الذي يخيفك من الموت؟ إذن الوحدة بكل، أو التوحيد بكل ما تعنيه هذه الكلمة من أبعاد، ابتداء من توحيد الجوارح مع القرائح فرديا، و يعني تدرجا في المجتمع، وتوحيد المفاهيم في مجتمع من المجتمعات، كما يقولون في سوريا هذه الأيام، يقولون سوريا طائفة واحدة، إنها طائفة الملايين الذين يشكلون سوريا، إنها المواطنة. هذا توحيد الوطن، توحيد الوطن في كلمة المواطنة، توحيد الوطن في كلمة الهوية. لم يعد هنالك كل تلك التفاريق والضرورات والحاجات التي يتشدق بها المتشدقون ويلعب على أوتارها اللاعبون. إذن التوحيد هو الركيزة الأساسية في حياة السيدة زينب وفي ثقافة السيدة زينب، ومن هنا كانت بطولة الثقافة الزينبية. أنا أعتقد أنه إذا كان واحد تمهل قليلاً فيما يعرفه الشيخ حمود والموحدون وما قيل عنهم في حوريات السيدة زينب، إذا تمهلوا في 33 بيتا قيلت في توحيد زينب وفي نظرتها للموحدين، سوف يقوم الفصح المسيحي أيضا، لأن القصيدة 33 بيت، 33 بيت هذا عمر المسيح، هذا رمز القيامة. فإذا بالنسبة لنا
في عندنا كيف دساتير مكتوبة في حوريات السيدة زينب وفي آثار السيدة زينب وفي الكتب وفي المهرجانات العشرين التي أقيمت للسيدة زينب من قبل فرد من أفراد العشاق المحبين للأوطان مثل الدكتور عصام عباس مثل أم علاء، يعني هؤلاء الناس الذين يذوقون ويتذوقون بطولة الثقافة الزينبية يهبون أنفسهم وحياتهم ويقيمون المهرجانات في دمشق وفي بغداد وفي كندا وفي ديترويت وفي كاليفورنيا وفي غيرها من بلدان الدنيا، كما يخبرنا إخوتنا وأخواتنا وأبناؤنا وبناتنا في العالم. إذن بطولة الثقافة الزينبية هي بطولة توحيدية معافية، تعافي الجسد بما هو جوارح وقرائح تتعاون حتى تكون في القدرة التي لا تقتحم، حتى الموت يصبح حرية لهذه الموحدة أو لهذا الموحد، حتى القبح لا يرى فلا يرى إلا الجمال. فإذا الجمال والحرية من أجنحة التوحيد الزينبي. هذا يعني إذا حبينا نكون إقليم أول أو مجرة أولى من مجرات البطولة الزينبية التي هي بطولة التوحيد. فإذا نقلنا إلى زاوية أخرى كبطولتها التي تعني الرحمة، كبطولتها التي تعني النباهة، كبطولتها التي تعني فتح العقول إنه فتح العقول أهم من فتح المدن، هذا أمر آخر. إذا انتقلنا معها إلى مسألة الإقناع بالطيب، بالكلمة الطيبة، بالثمرة الطيبة، بالأمر الذي يجعلك من قلبك تقول هذا حق، هذا واجب، هذا ينبغي، من هنا تقوم حقوق الإنسان وواجبات الإنسان في كل زمان في كل مكان. ثم بعد ذلك إذا ننظر إلى هذه البطولة من وجهة نظر الإبداع، نحن منشوف في هيك محاولة مرة بعنوان يوم زينبي في الإبداع القرائي. الإبداع القرائي يعني زينب كيف تقرأ الموت، كيف تقرأ الدنيا، كيف تقرأ الناس. ما ترى بحسين مسألة موت، مسألة ترى بحسين كل الحسين تحتضنه قليلا ثم تقول لله، وهي تشعر أن الله أقرب إليها من حبل الوريد، تقول له تقبل منا نذرنا، تقبل منا قرباننا يا إلهنا. ما مثلا هذا كلام إبداعي، هي قراءة إبداعية للأحداث.